كابتن اسلام الشاطر، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. الحقيقه كابتن اسلام خلاص نقدر نقول انتهت بالفعل الاستعدادات الفنيه الخاصه بفريق النادي الاهلي. مباراه السوبر باذن الله النهارده مع الدعم والمسانده الجماهيريه الكبيره اللي عندنا ثقه كبيره جدا في جمهور النادي الاهلي النهارده كابتن اسلام ان يكون ليه كلمه السر. يعني نقدر نقول حتى هذه اللحظه 26000 مشجع اهلاوي خلاص، يعني التذاكر نفذت بالكامل، 26000 مشجع يكونوا متواجدين النهارده في ملعب محمد بن زايد اللي باذن الله يتزين بجمهور النادي الاهلي وتنتهي ان شاء الله كالعاده بفوز كبير جدا للنادي الاهلي ويحصد النادي الاهلي البطوله رقم 12 في تاريخ دولاب بطولات النادي الاهلي. يمكن يا كابتن اسلام النهارده اليوم الاعتيادي الفطار الغداء، لكن عايز اقول لك النهارده المحاضره الاخيره الفنيه هتكون بتوقيت الامارات وتحديدا اماره ابو ظبي هتكون 7:10 مساء، التحرك مباشره على ملعب محمد بن زايد هيكون الساعه 7:30. يمكن معايا عدد من جمهور النادي الاهلي اللي يوميا يا كابتن اسلام تحفيز كبير وتشجيع كبير جدا، استقبالهم كان في المطار حاجه رائعه جدا، كل الامور دي وصلت للعيبه بشكل كبير وده الدافع ان شاء الله اللي بناكد عليه من خلالك يا كابتن اسلام. انا يمكن اخد توقعات سريعه كده عن المباراه، لو بكلمك عن المباراه سريعا بتشوف المباراه ازاي وتوقعاتك ايه، بتشوف الجيم النهارده ازاي ومباراه السوبر فيها الامارات بتشوفها ازاي؟ ان شاء الله بتمنى اول حاجه التوفيق للنادي الاهلي والافتتاحيه الفوز، لان تقريبا اخر مباراه كان تعزمنا في نفس المكان في نفس الاستاد، فاتمنى ان شاء الله ان بعد الحافز اللي واخده جمهور الزمالك والزمالك نفسه بفوزه بكاس السوبر الافريقي ان هو طبعا عنده حافز كويس، بس اعتقد ان الاهلي جاهز بدنيا ومجهز فرقه وعامل معسكر تقريبا من انجح المعسكرات المقفوله كمان على اللعيبه بعكس كل ما يقال في كل الوسائل التواصل، يعني ان المعسكر مفتوح للعيبه او يعني كذا، لا طبعا احنا قاعدين هنا وشايفين وحاسين ان اللعيبه مقفول عليها مركزه كويس جدا. باذن الله بتمنى ان النادي الاهلي يفوز 2-0 وان شاء الله يحقق جيم كويس جدا يرضي كل الناس الموجوده هنا وفي مصر باذن الله. قبل ما اروح لك انا عايز اروح لك انت، قول لي النهارده ان شاء الله الاهلي يكسب كام؟ ان شاء الله 3-0. قول لي مين ممكن يجيب اجوان النهارده ويبقى متالق في المباراه؟ ممكن رمضان صبحي، ممكن الشحات وجاي. قولي لي كام متوقع المباراه النهارده ازاي؟ 3-1. مين ممكن يجيب اجوان؟ رمضان صبحي. قول لي لو بكلمك على المباراه النهارده تتوقع الجيم يبقى ازاي، المباراه تبقى ازاي، وقول لي كده شايف النهارده مباراه الاهلي والزمالك ازاي؟ انا شايف انه الاهلي كان في معسكر كانوا مركزين، وشايف انه فايلر كان اللي هو محكم على الفريق اكتر، فكان الفريق شكله مركز. انا اتمنى انه التركيز نفس التركيز يطلع في المباراه، وانا ان شاء الله عندي اللي هو تمنيات، حاسس انه الماتش النهارده هنكسبه، حاسس انه الجاي هيلعب كويس النهارده عشان كان مركز جدا في ساعه المعسكر، وان شاء الله هنفوز. قول لي عايز تقول للعيبه ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب النهارده باذن الله كهربا واجاي، وباذن الله 2-0 عشان نعرفهم يعني ايه اضرب يا بدري. ان شاء الله باذن الله هنحط عليهم النهارده ملعب محمد بن. قول لي توقعاتك ايه للمباراه وبتشوف الجيم ازاي وشايف اداء النادي الاهلي ممكن يبقى ازاي النهارده في وسط الجمهور الكبير اللي هيزين النهارده استاد محمد بن زايد. هو الاهلي على طول جمهوره كبير في اي مكان، احنا كل ماتش وكل مباراه الملعب مقفول للاهلي، فدي مش جديده على جماهير الاهلي في الامارات يعني في اي مكان في اي دوله خليجيه. ان شاء الله النهارده المباراه هتكون صعبه الشوط الاولاني، بس ان شاء الله الشوط الثاني هنكسب 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله. تقول للعيبه سريعا. طبعا انا اخوكم من فلسطين ودائما مؤازر النادي الاهلي في كل سوبر زي ما انتم شايفين، على طول مؤازرينه في الملاعب. في السوبر في العين ضد المصري وضد الزمالك انا كنت موجود، ومثل رابطه حب الاهلي يجمعنا في فلسطين، وان شاء الله نتمنى الاهلي الفوز بالسوبر عشان يفرحنا، وبنهدي ان شاء الله ان شاء الله اللعيبه يكونوا رجاله ويفوزوا اليوم عشان نهدي الفوز هذا لعمده الاهلاويه في الامارات الله يرحمه عماد خليفه. كلنا طبعا مفتقدينه اليوم، بس ان شاء الله اللعيبه يفرحونا اليوم ويهدوا الفوز ليله ان شاء الله، وان شاء الله متوقع يعني ان شاء الله 2-0 وكهرباء يجيب جون ان شاء الله باذن الله. قول لي عايز تقول للعيبه بسرعه. ان شاء الله تكسبوا والعبوا وركزوا. الجيم النهارده بالنسبه لك بتشوفه ازاي؟ واكيد يمكن الفرحه كبيره في عيونكم انتوا بتشوفوا نجوم النادي الاهلي، والفرحه كمان هتبقى اكبر لما النادي الاهلي يحصل بطوله السوبر. طبعا اكيد، بس ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-0 باذن الله، شحات واجاي ورمضان صبحي اذا لعب من الاول من اول الماتش. طبعا مباراه الاهلي والزمالك يعني توقع يعني ما لهاش توقعات، يعني مش شرط اللي يلعب كويس يكسب ومش شرط اللي يلعب وحش يخسر، فيعني ان شاء الله باذن الله نكون اللعيبه مركزه، ونتائجنا في الفتره اللي فاتت كلها يعني كلها بوزيتيف، يعني كل الماتشات في الدوري احنا كسبناها، فباذن الله رب العالمين نكسب. ويعني اتمنى بس اللعيبه يعني يشدوا حيلهم وهم مركزين باذن الله ونكسب ان شاء الله.
تقول للعيبه النادي الاهلي قبل ساعات قليله جدا مباراه اليوم؟ ان شاء الله بقول لهم باذن الله هيفرحونا زي ما عودونا دايما ان هم يفرحونا في الامارات في مصر في اي مكان، وان شاء الله يكونوا على قد المسؤوليه وان شاء الله يكسبوا 3-0 باذن الله النهارده. يمكن بجانب الجمهور يا كابتن اسلام الاسر كمان المصريه، ودي حاجه رائعه يعني الاسره كلها متواجده، وهو النادي الاهلي عودنا على كده يعني حب النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها سن كبير صغير. انا عايز اخد منك كلمه كده للعيبه، وتتوقع النهارده الاهلي يعمل ايه؟ ان شاء الله اتوقع ان هو هيكسب 3-2 يعني الشحات وكهربا واجاي، وان شاء الله يعني ربنا يوفقهم، هم على طول بيكسبونا يعني فاحنا بنثق فيهم يعني. شوفي وجود اللعيبه في الامارات ازاي، وحابه تقولي للعيبه وتوقعاتك للمباراه؟ انا مبسوطه باللعيبه، ودايما انا عارفه هم يعملوا اللي عليهم اساسا، مفيش مشكله، وان شاء الله هنكسب 6-1 كالعاده مفيش مشكله، وهيجيب قفشه والسوليه وكهربا وديانج وكل الناس يعني ان شاء الله. قول لي كم حابب تقولي للفريق، توقعاتك ايه المباراه، وبتشوف الجيم النهارده ازاي؟ هو ماتش صعب، الزمالك انتعش بعد السوبر الافريقي والاهلي فايق، وهيبقى ماتش حلو ان شاء الله، هيبقى ماتش حلو، حضور الجمهور كمان هياثر على الماتش، هيدي يعني شو كبير للعيبه ان تقدر تطلع كل اللي عندها، فان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكسب 3-1 مروان واجاييه وكهربا ان شاء الله يعني، ونكسب ونفرح الناس كلها. انا جاي من دبي ومعايا الاسره كلها، وفرحانين ان احنا هنا ونتفرج على الاهلي، واي مناسبه الاهلي فيها او منتخب مصر كلنا لازم نكون موجودين فيها ان شاء الله. شكرا جزيلا. معاك يا كابتن اسلام يعني يحيى، يمكن زميلنا طبعا هيستعرض كده معاك الجمهور المتواجد معانا كابتن اسلام، وكمان يمكن معايا حاله خاصه كمان جايه من الكويت مشجع النادي الاهلي، وهو زي ما قلنا كابتن اسلام من اي حته النادي الاهلي بيكون متواجد لابد يكون في جماهير وراه. انا طبعا عايز اخد منك الاول، جيت امتى وصلت امتى وانت جاي من الكويت زي ما قلت؟ اكيد انا الاول بمسي على الكابتن اسلام، وانا فرحان والله بالمنظر اللي انا شايفه ده، انا جاي من الكويت مخصوص النهارده عشان الاهلي، وان شاء الله الاهلي هيفرحنا وهيروحنا كلنا مبسوطين باذن الله. انا واصل والله اللعيبه بتاعت الاهلي لعيبه رجاله، وهم عارفين هيعملوا ايه كويس قوي في الملعب، وباذن الله يروحونا مبسوطين وان شاء الله 2-0 اجاييه والشحات او كهرباء باذن الله حبيبي. هي دي الحاله، وهو ده الحماس والدوافع الكبيره جدا اللي بنأكد عليها كابتن اسلام، كل الحماس الكبير جدا من جمهور النادي الاهلي ده واصل للعيبه بشكل كبير، ان شاء الله باذن الله النهارده يكون ختامها مسك. التاكيد على الجمهور، هي دي الحاله اللي احنا شايفينها ان شاء الله. ويمكن الهتاف معاك يا كابتن اسلام، واسيبك مع هتاف لجمهور النادي الاهلي يا كابتن اسلام. سمعنا جمهور النادي الاهلي وماذا يقول جمهور النادي الاهلي في الامارات؟ سوبر يا اهلي، السوبر يا اهلي، السوبر يا اهلي، السوبر. يلا انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم. جزيلا شكرا جزيلا. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم.